جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا في عهد بوتفليقة تبون كان يمشي بالكفوف شوفوا هنا كيفاش يمرد على الجلي أما بوتفليقة ينوه يمرد على يديه ورجليه كيفوه يديه شوف هذا رئيس ماهوش راجل اللي يمشي هذا يمرد على الكايبو ماهوش راجل دي الاولى الثانيه شوفوا كيفاش كان يبهدل فيه سلال وشوفوا كيفاش كان يبهدل فيه سلال نوروكم غير راه مع سلال هاوليك خلينا من السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا تطوروا الجزائريه ايفولويي دوكم كوش على كوت دي الجزائريين دي الجزائريون او خلينا خليتونا غير في التربوزه تعرف خلينا من فوالا يبهدل فيه قول اخر دي فوق الترغوده خليتنا في كذا هو ساكت Il se faisait gronder comme un cancre dans une classe. C'est-à-dire que le rabbi, qui a été le maître, a été le maître. Le jour où il a été le wazir, il a été le wazir Owl. Si le maître a été le coup de pied, il a محتاجش شوفوا كيفاش كان مع ويحيى اللي خلفه واش قال على بوتفليقة اللي نحاه ماشي بوتفليقة اللي حطوا ماشي بوتفليقة اللي نحاه سعيد بوتفليقة اللي حطوا سعيد بوتفليقة اللي نحاه وما عندوش شجاعة باش يقول باللي سعيد بوتفليقة هو اللي كان يتصرف نعم انا كنت نضل القول فيها السي مازالوا الصور يشهدوا على ذلك اشوفوا كيفاش كان يبوس ويحضن فيه ويحيى ويهني فيه ويشكر في سيد الرئيس فخامة الرئيس On écoute à présent la déclaration d'Abd Majid Tebboune. أخي وصديقي ورفيق درب سي أحمد الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس واعتبر ان ثقة في محلها لان له كل تجربة وكل حنكة في تسيير اصعب الظروف فيما يخصني شاكر في فخامة الرئيس الثقة اللي وضعها فيا ووصلت لقصر الحكومة كل مهام لازم تنتهي يوما ولا شفتو يشكر في الرئيس اللي وصلوا لقصر الحكومة بالشهور ويحيى يستاهل ثقة تحنكة تجربة تا يشكر ويزيد وين راهو اليوم ويحيى في الحبس وين راهو تبون راهو وزير أو رئيس جمهورية وعلاش ما يخرجوش من الحبس بس كذا تاع تجربة تاع حنكة تاع كذا تاع كذا ويجيبو يخدموا معاه يديروا وزير أول مادامو هذا تاع حنكة تاع تجربة كان يسلم عليه ويزيد شفتوا النفاق تبون منافق كما سلم على ويحيى غدر لانه العسكر عطوه في الحبس ما يهضرش واللي حطوه في الحبس غدار وخاين وخبيث اللي حطوه في رئاسة الجمهورية دابور اللي حطوا في قسم الحكومه وزير اول راهو ثاني في الحبس سعيد بوتفليقه ودار عليه واللي حطوا رئيس جمهوريه اليوم ولاده مخطوفين وواحد منهم مقتول والارمله ديالو تجري ما حبش يستقبلها لانه جبان
لأن جبان لو كان صح رئيس دولة يستقبلها مرت مجاهد زيد رجلها كان قائد أركان جيش كان نائب وزير الدفاع خلينا من أنه حطه ونراه غير على هذه يستقبلها ويمد أوامر ولم يرح ولادها. نعم تبون ما هوش رئيس تبون خضرة فوق عشاء تبون كراكوز دمية بين أيادي الجنرالات لا شفقة ولا رحمة مسال وقاعد ومد وجهه ويحوس على عهدة ثانية والله ما يكحل عليها يشعل يديه اسمع صبعتيه يشعلهم شمع ما يعطلوش عهدة ثانية لأنه خلاص يكملوا ديجا العام مش راح يكملوا بيه راهم يوجدوا كيفاش يشوتيوه يوجدوا كيفاش يشوتيوه ديجا لور هذا يا تبون باش الناس تعرف واش يكون تبون انسان كذاب انسان منافق يقول كذاب منافق تحبوا تعرفوا شنو الكذب ديالو مش ما عندوش كلمه ما عندوش كلمة الوعود تاعو اللي دارها كامل قبل الانتخابات ظهرت كاذبة نعطيكم واحد من الوعود هاي يا ستي مور زين كان جبدو